السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي مرحبا بكم، أتمنى تكونوا بخير ولا خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. معكم أبو ريان وفيديو جديد. فكما كتعرفوا قناة أبو ريان فهي قناة متنوعة ودائما متجددة، في كان شي جديد كنبارطاجيه معكم. ففي الفيديو إن شاء الله غادي نحط لكم واحد الفرصة ديال فرصة عمل مدينة الدار البيضاء بالنسبة للناس اللي تيقلبوا على العمل في الدار البيضاء ومازال ما لقاوش. فهذه الشركة ديال الأقبال كيف ما شفتوا اللوغو ديالها في الصورة المصغرة وفي عنوان أقبال، شركة معروفة اللي كتصايب الشوكولات اللي بغا يدفع عليها. فغادي نخليكم رابط ديال هاد الفورميلار اللي كيتعمروه، يعني كتدخل مباشرة من خلال داك الرابط اللي غنخليكم في صندوق الوصف، وغادي يطلع لك هاد الفورميلار ديال الشركة. فهما طالبين اليد العاملة حاليا. فكما كتعرفوا هاد الظروف اللي كتمر بها البلاد والعالم كامل، يعني كاينه ازمه ديال الشغل، بزاف الناس ما لقاوش الخدمه. كنتمنى للناس كاملين التوفيق، ونتمنى كلشي ان شاء الله يلقى الخدمه وكلشي يتحرك. التوفيق للجميع ان شاء الله، الله يسخر الامور. فكما كتشوفوا الاخوان راه هذا هو الفورميلار اللي كيتعمر، غادي نخليكم صندوق الوصف دخلوا ليه ديال شركه اقبال اللي قلب عليها في جوجل راه غادي يلقاها، معروفه عالميا، شركه زوينه كيديروا سالير زوين. وواحد يطلب زهرو يصيفط لهم السي في ديالو، يعني كان اي حاجه كدير، اي دومين عندك، يعني كتخدم كونطابيليتي، شيفور، فلاجيستيون، في الانفوغرافي، اي حاجه كدير فحاول تصيفط لهم وديرها في يد الله، لوح لهم السي في ديالك. الا كان البوست ديالك ديال يعني الدومين ديالك كان شي بوست ديسپونيبل راه غادي يتصلوا بك، ما كانش ديسپونيبل راه غادي يحطوا السي في ديالك مع لي سي في اللي الا كان شي بوست خاوي راه غادي يعيطوا لك ان شاء الله. اذا فهذا هو الفورميلار الاخوان كما كتشوفوا هنا، يعني راه ساهل، ما كاينش شي حاجه صعيبه. كتحط هنا السميه ديالك، هنا الكنيه، هنا التليفون ديالك، هنا كتحط التليفون الا كان عندك، الثاني تليفون ثالث ديال المنزل الا كان حتى هو عندك. ما كانش كتخلي كتحط غير التليفون البيرسونيل ديالك البورطابل. هنا لادريس ايميل، كتعمر لادريس ايميل ديالك، ضروري خصها تكون لادريس ايميل جيميل. هنا كتختار يعني المدينه، يعني فين ساكن، كتقلب مراكش، اكادير، كازابلانكا، فين ما يعني كتختار المدينه. هنا كتختار البلاد فين كاين، يعني كتختار المغرب بطبيعة الحال، يعني كتشوفوا بان كتشوفوا يعني شركة عالمية، يعني جميع البلدان كاينين في المغرب، في تونس، في الجزائر، في البحرين، في مصر، العراق، يعني ايضا بالنسبة للناس اللي ما كاينش في المغرب، يعني في هاد الدول يقدروا يدفعوا لهاد الشركة ديال الاقبال اللي مهتمين بطبيعة الحال. كتختار هنا واش راجل ولا امرأة، كالي فوتخ ديغنيا ديبلوم اوبتوني. هنا كتختار الديبلوم اللي عندك، يعني باك بليس دو، باك بليس تروا، نيفو باك، يعني كتختار النيفو ديال الدراسه ديالك. وهنا قال لك كالتيب ديتابليسمون ايت فو ديبلومي. هنا كتشوف كتعطيهم يعني فين خديتي الدبلوم ديالك، في يونيفرسيتي ولا او اف بي بي تي ولا ايكول بريفي، المهم حتى كتختار. من بعد كدير سويفون، كتعمر كاع المعلومات ديالك حتى كتجيك المرحله ديال يعني عندك 3 4 ديال الصفحات كتعمرهم، وكتجيك المرحله ديال فين كتحط، يعني كتحط جواني السي في ديالك وكدير لي اونفوي وكتخليها في يد الله. الا سهل لك الله معاهم راه كتخدم، كيتصلوا بك. فشركه زوينه الاخوان وكيديروا سالير زوين. الشركات الكبار راكم عارفين، يعني كيكون كل شيء قانوني، كتخدم الوريقات ديالك وكل شيء اوريغل. اذا كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، وفين ما كان ان شاء الله شي اوفر دومبلوا غادي نحطها لكم ان شاء الله في القناه. كنتمنى انكم تشاركوا في قناتي الى كنتو زوار جداد، وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الاعلانات. وكان معكم ابو ريان، نتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.